نروح بقى للناس اللي انا معجب بيها كره القدم النسائيه. منتخب مصر لكره القدم النسائيه تحت 20 سنه بيستعد لمباراه العوده امام الكونغو في تصفيات كاس العالم. الحقيقه في طفره كبيره جدا في اداء ومستوى الكره النسائيه المصريه، والدليل ان منتخب تحت 20 سنه قدر يخرج بنتيجه ايجابيه امام الكونغو على ملعبهم وسط جمهورهم. مباراه العوده هتكون في اسكندريه بعد 3 ايام ان شاء الله، واعتقد ان بالمستوى ده البنات طمعونا انهم يحققوا فوز. هنا المرحله دي مرحله طبعا كويسه جدا، ووصلنا لمرحله كويسه جدا، لكن المرحله الجايه غالبا هنلعب الكاميرون، المنافسه فيها هتبقى غالبا مع الكاميرون. لكن من الواضح ان هناك تطور كبير في مستوى الكره النسائيه المصريه، وده مجهود كبير جدا من المشرفه على ملف الكره النسائيه والمنتخبات دكتوره دينا الرفاعي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. كمان مش بس في المنتخبات اللي هم العمريه، لا، منتخب مصر الاول للكره النسائيه بيستعد لمواجهه السنغال في تصفيات كاس الامم الافريقيه، ونتمنى لهم طبعا ان هم يفرحونا، وبالتوفيق لكره القدم النسائيه اللي فعلا في طفره كبيره جدا على ايد الدكتوره دينا الرفاعي. الحقيقه يعني الست دي مهدور حقها على مستوى الاعلام، مش عارف ليه، هي عامله شغل عالي جدا، منتخبات الناشئين ماشيين كويس جدا، المنتخبات اساسا ما كانتش ليها وجود من فتره قليله يعني، وبتكسب بنتائج كويسه وفي كل الفئات ماشي كويس جدا، وكونت منتخبات بشكل رائع الحقيقه يعني، وعندك محترفات بيجوا من اوروبا دلوقتي. لا انت عامل شغل كويس جدا للكره النسائيه، اتمنى ان هم ياخدوا حقهم ويتم دعمهم.